مساء الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من صحافة الغد بنتابع فيها بالقراءة والتحليل أهم الأخبار والعناوين والقضايا التي تهم المواطنين. البداية بأبرز العناوين من جريدة الأخبار: الرئيس السيسي موقف مصر ثابت في التمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل. من اليوم السابع مصر على طريق تعظيم سياحة اليخوت والسفن. من جريدة الشروق: اليوم انتهاء ماراثون الثانوية العامة بامتحاني الجيولوجيا والتفاضل. من اليوم السابع ايضا بدأ التطعيم باللقاح المصري في شهر اغسطس الجاري. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. إلى التفاصيل، أكد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، وشدد سيادته على أهمية قيام كل الأطراف المعنية بالانخراط في عملية تفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال لقاء سيادته مع رمضان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير الجزائري بالقاهرة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياتي إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات على نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الصديقين. من جانبه نقل وزير الخارجية الجزائري للرئيس تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون مبني على ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة مجالات. وأضاف كمان المتحدث أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة. طيب، بنروح مع حضراتكم للشروق. الرئيس تطوير العلاقات مع تشيك ودول تجمع فيشغراد. الرئيس لوزير خارجية التشيك حريصون على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ووزير الخارجية التشيكي خلال اللقاء بشكري: نشارك مصر المخاوف من التصرفات الأحادية في قضية سد النهضة. استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية التشيك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والسفير التشيكي بالقاهرة، وأشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين مصر وتشيك عبر حوالي قرن من الزمان، مؤكدا على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والحرص على تنسيق المواقف إزاء موضوعات الاهتمام المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية. وصرح كمان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب خلال لقاء وزير خارجية التشيك عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع تشيك في إطار تجمع دول فيشغراد الذي يضم إلى جانب تشيك كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا لتعزيز أواصر التعاون في هذا التجمع الإقليمي الهام. كمان أكد وزير خارجية التشيك حرص بلادي على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر في ظل ما ممثلته من ركيزة هامة وأساسية لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خ
خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها مصر. وكمان شهد اللقاء استعراض لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب التي تعد محل إشادة وتقدير من جانب الأطراف الدولية لما حققته مصر في هذا الإطار. أيضا في اليوم السابع مع حضراتكم، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، مصر على طريق تعظيم سياحة اليخوت والسفن. رئيس الوزراء بيستعرض خطة التنفيذ وتيسير الإجراءات ويؤكد قيمة مضافة كبيرة للسياحة في مصر، خاصة فيما تتمتع به الدولة من إمكانيات. أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم عرض استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر وخطة تنفيذها على مجلس الوزراء، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية للإسراع بإيجاد حلول للتحديات القائمة والمضي في تنفيذها، تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، عملا على تيسير الإجراءات وتعظيم ذلك النوع من النشاط السياحي، باعتبار أن هذا النوع من السياحة بيمثل قيمة مضافة كبيرة للسياحة في مصر، خاصة مع ما تتمتع به الدولة من شواطئ ممتدة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، مؤكدا على ضرورة تيسير كل الإجراءات وتبسيطها في مراحل دخول وخروج السائحين الوافدين. طبعا المزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي يا فندم. أشكرك دكتور. يعني أهمية سياحة اليخوت في البداية، هي أهمية سياحة اليخوت في البداية دي من السياحة المهمة جدا، وعندنا الحقيقة مرافق أو مارينا يخوت موجودة في مصر في البحر الأحمر وفي الإسكندرية، دي تعتبر سياحة الأثرياء أو سياحة الأغنياء والطبقة الإليت، لأنها بتضم يعني ناس أصحاب يخوت، واليخوت دي بتبقى بملايين، وفي دول أخرى ملايين الدولارات كمان وأرقامها كبيرة. فطبعا متوسط انفاق السائح اللي هو بيبقى جايب اليخت هو واسرته ومعاه طبعا الصف في اليخت ده، بيبقى متوسط عالي جدا، اضعاف مضاعفه من السائح العادي او من السائح المتوسط الموجود. فلازم طبعا في الفتره القادمه نهتم بهذا النوع من السياحه، وطبعا زي ما السيد الرئيس اوصى السيد رئيس الوزراء والاجتماعات دي كلها على ان يكون الاستثمار في او توفير كافة الامكانيات لسياحة اليخوت والمرافق، بحيث انهم يقدروا يبقى لهم يعني لوجيستيك معين، تخفيضات معينة، تسعيرة موحدة في كل المناطق. يعني احنا مثلا مصر على البحر الابيض المتوسط علاقاتها كويسة جدا بايطاليا واليونان وقبرص وكده، فسياحة اليخوت تنشط في المنطقة دي بشكل طيب كبير. طيب يا فندم، يعني في تقديرك أنت، يعني كيفية تعظيم هذه السياحة في تقديرك، إيه اللي محتاجينه الدولة تعمله علشان يبقى عندنا سياحة يخوت وسفن على مستوى عالمي وفق لإمكانياتنا اللي موجودة؟ هي إزالة كافة المعوقات بحيث إن يبقى في شباك واحد أو جهة واحدة منوطة بتوفير كل الإمكانيات، توفير التسعيرة معينة، توفير الأوراق والتعريفة اللي بيجي بيها، التخفيضات اللي بتديها مقارنة بالدول المنافسة لينا على البحر الأبيض المتوسط. البحر الأحمر هيبقى دول الخليج ومنها السعودية طبعا. كل ده بيبقى بس هو في هيئة معينة أو في وزارة النقل، بيبقى شباك واحد لتسهيل كافة الإجراءات مع حضور المؤتمرات وتنشيط للسياحة وفي سباق اليخوت. أنا عايز أقول لحضرتك إن أغنى رجل في العالم مثلا هو جيف بيزوس عنده يخت ثمنه 500 مليون دولار. فسياحة اليخوت دي سياحة الأثرياء، فاهتمام الدولة بها الفترة القادمة مثلا في مارينا العالمين أو في مارينا الموجودة في بورتو مارينا، كل الإمكانيات توفر لمثل هذا النوع من السياحة، لأن دي سياحة الأثرياء بتيجي بأسرها وعائلاتها، وطبعا العمالة اللي موجودة على اليخوت إلى آخره، صيانة اليخوت، كل ده هيؤدي إلى زيادة الإنفاق ومعدلات أعلى بكثير من متوسط إنفاق السائح العادي في مصر. فهي توفير الإمكانيات دي، وهي الدولة بتوفر دلوقتي، والاجتماعات اللي بتتم دي كلها من أجل تنشيط هذا النوع وترابط الدول مع بعضها، وتوفير طبعا الإمكانيات
السير في مياه الإقليمية ما بين الدول في البحر الأبيض المتوسط بسرعة، ما ممكن يكون في مثلا بين مصر وإيطاليا، مصر واليونان، مصر وقبرص، هنبص نلاقي السياحة دي بتنتشر. بالنسبة لسياحة السفن، طبعا السفن العملاقة، ودي كانت بتيجي من فترة يعني قبل 25 يناير، السفن العملاقة جدا اللي بيبقى عليها 2000 و3000 سائح بينزلوا في كل مرفأ أو في كل مينا زي اسكندرية، وبعدين ينزلوا يعملوا زيارات مختلفة للقاهرة، ومن القاهرة بينزلوا بعد كده بعد الهرم والمتحف، بينزلوا بعد كده بورسعيد وياخدوا المركب تاني ويمشوا ويكملوا رحلتهم. فدي برضو سياحة السفن العملاقة بالإضافة إلى سياحة اليخوت. فدي أنا بشكرك الفترة القادمة إن احنا نشطها، لأن دي متوسط إنفاق السائح فعلا فيها أعلى بكتير وأضعاف مضاعفة من السائح العادي. شكرا جزيلا، أشكرك الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، شكرا جزيلا. بروح مع حضراتكم لجريدة الشروق. اليوم انتهاء ماراثون الثانوية العامة بامتحاني الجيولوجيا والتفاضل، وزير التعليم النتيجة لن تعلن قبل 15 أغسطس الحالي، ومؤشرات النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها مطمئنة. بتنتهي امتحانات الثانوية العامة اليوم الاثنين، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وشعبة علمي رياضة امتحان التفاضل والتكامل. وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقي في تصريحات عبر صفحاته على فيسبوك أن منظومة التصحيح الإلكتروني تسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، وأنه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا عمليات جمع ورصد الدرجات، مؤكدا أن التصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية. أضاف كمان الوزير أن كل ما يقال عن انتهاك مراكز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق هو كذب ونصب واحتيال. متابعا، هناك حاجة ملحة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية يتم تصحيحها بعد امتحان كل مادة بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية. وأضاف أنه تم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار. وقال كمان لن نعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق. وشدد كمان الوزير على أن مؤشرات ونسب النجاح في كل المواد التي تم تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية. أيضا في اليوم السابع بدأ التطعيم باللقاح المصري في شهر أغسطس الجاري. الحكومة تنفي استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، والصحة إصدار شهادات لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا. وأوضحت الصحة أن كل لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارة ومعامل هيئة الدواء المصرية طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفعاليتها، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. ذكرت كمان الصحة أنه تم التعاقد على 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، حيث تم البدء في إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك بمصنع فاكسيرا في مصر، وذلك تمهيدا للبدء في تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس الجاري. من ناحية أخرى، أكدت كمان وزارة الصحة أن مراكز استخدام شهادات أو استخراج شهادات تطعيمات لقاح كورونا تعمل بشكل منتظم. آخر حاجة مع حضراتكم من جريدة الشروق، فراعنة اليد يكتبون التاريخ في طوكيو. المنتخب يحقق إنجاز جديد ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يحقق 4 انتصارات في دور المجموعات.
حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا جديدا بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020-2021 بعد فوزي على البحرين 30-20 في ختام دور المجموعات. وسطر المنتخب بقيادة مديره الفني الأسباني كاريسيا إنجازا فريدا من نوعه، وأصبح منتخب الفراعنة أول منتخب عربي وأفريقي يحقق 4 انتصارات في دور المجموعات بالأولمبياد. مشوار منتخب يد الفراعنة في المنافسات بدأ بالفوز على منتخب البرتغال في المباراة الأولى 37-31 قبل أن يخسر من الدنمارك 32-27 ثم على اليابان بنتيجة 33-29. واصل انتصاراتي أمام السويد حيث فاز 27-22 وأخيرا هزم شقيقه البحريني 30-20. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري إلى 8 نقاط ليضمن وصافة المجموعة. كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد، إنجاز عظيم. وبهذا الخبر مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من صحافة الغد. بكرة بالتأكيد أخبار جديدة وفريق عمل جديد. حتى نلتقي، شكرا لكم وإلى اللقاء.